وجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل المكثف لتنفيذ مشروعات هيئة قناة السويس، وذلك في إطار استراتيجية تطوير المجرى الملاحي للقناة ومرافقها ورفع كفاءة بنيتها التحتية، وذلك بهدف تعظيم قدراتها وتعزيز تنافسيتها والمكانة المتفردة لها على مستوى حركة ملاحة التجارة العالمية. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماعه مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. وقد أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي أن الرئيس قد اطلع خلال الاجتماع على بيان حركة الملاحة بقناة السويس للعام المالي 2022-2023، والذي أظهر زيادة أعداد السفن المرة بالقناة بنسبة 17.6%، وذلك مقارنة بالعام المالي السابق لتصل إلى حوالي 26,000 سفينة، وزيادة الإيرادات الكلية للقناة من 7 مليارات دولار في العام المالي السابق بنسبة 34.7% لتصل إلى 9 مليارات و400 مليون دولار في العام المالي المنصرم. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الكلية بانتهاء العام الميلادي الجاري إلى 10 مليارات و300 مليون دولار. وقد شهد الاجتماع أيضا استعراض محاور ومشروعات تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي لقناة السويس، هذا بالإضافة إلى جهود الهيئة لتطوير وتحديث أسطولها البحري وما يضمنه من قاطرات وكراكات حفرة، والتي تقوم بدور أساسي في تأمين المجرى الملاحي ومعاونة السفن العابرة للقناة.